السلام عليكم ايثمات ويثمات، اتمنى تيري مليح ان شاء الله. انت مساك هذا فيديو جديد كيجن القصه الجديده مشنو بدا هذا ستريج العبره. فرغم انه ايثما العبره تحاثيني وذا المرات كنستار ديال القصص مرض الموعظه في مرض يناث، الا انه من هو يتاثر شي نغاخذ دي مواعظ اخرى لمجتمعنا. فمرة تعريم درخبه انه اذا توقعيج كارثه هذه مدينه النضوع وإذا نجم من غنخ الورثة، فأكيد سمي ثمايل لا وجينج القصة نخنتنين نخنتراثة يلعوض خد قال مسائلا للإيرث غالبا تنتهى سجن الكارثة غوم قارو وتنتهى زيس القصة نظنات أنه يجن طاوان دي من عزيزي ثن يجنين غاو النانية يجن قيرو حار حبس باش هذي تبع المستار النص يجن قيرو حنا عما سيدي غا عيم ذران يرحى مني هباء المنظورة ميمية عان السوار خي كنتا خي زرا خر حيوض يجان مشو مقاخر بدا نيخت السور تخسب بعدا فريض النات خل قضية ثا انه نغم اي واحد زوم هذي ورغة تشانس اتفن السلمي الذي نيم جموعة انت معتا موجت من غان خاسي وذان وي معينو وي معين شوي معينو وكذا يرهمي من غان نعارا كل شي من اني قشتا مني يوذن نموثن فمني وي يوري والو يوري لوني قين خاي ويويا فالمسألة يثمع الله يهدينا والله يهدينا اي غنينا القضية وما عاود خيث ما وجب الطمزيان تنيخ قلي ميني مخفران السور رتا في ايجن الدارس نقران تمني خزا استفدم المهم يثما القصة يا ثقمانيت تخصة ايجن السيد جغاس ايجن تحنجاث سنسمى ياسمين تحنجاث ثقمانيت طمزيان وفي الحقيقة ثلث غام درسة ولكن وذكم مربوطي غير النص نظرا لانه يعني الظروف تغرنس وتعاون انت المهم تحن جهات ثقمانيت يخفي جا القصه يا خاص غاث عدو مره اغلبيه الاحداث خاص ثوض جن السن الزواج تزوج ديك جن السيد سيدني وكيسمس فيه المهم تمطلق بعد ما تمطلق تعوض غدا عن باباس ديال عمو عن سجل ثوض 25 سنه يعني انه تزوج طمزيان ضغيا الزواج ني ويكون شا تعوض غدا المهم دي جانب واضح نجاة تتعوض الداه النس صفي تعيح تخدم يقول والدين نس تعواني ثنديني دي الداه انتقل غاي جانب النغني قيش جانب النغني القصة جانيني جن السيد جن السيد مغا السيد هو قمانيت مش حطي مغاريني قيش العدد انت مغارين يعني ني ثلاثة اربعة خمسة مش حمث النيم يعني العدد كتا اطلاق يمجيش اطلاق يمجيش المشكلة جا غاسي كت مغارين هو السيد انه غاسي جنوع العقم ودي تجي جوي حنجيان فالسيدوة ثم غاثي تغايوي العقليا نسمو طاح الجيرة جي جي مغادر سنين ثم غاثي تغايوي يقارس قد يفوذي من قد جا كان حايد بيبان كذا كذا ثم غارين التصيقة ولكن يقارس قد يفوذي ثم غارين وجوي ذي ذينش فاليوم غدا اليوم غدا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عم يقوضي جن عدد موسان اللي هو 70 سنة اقي محدث ثم غاريني ماري غاسي تلقى صنط يتعيش يعني هذا زوفري وحدس فإجنا عايقي ميجي جن السيد دم دوكر نس سوار نموت مع رادن نسو تيرو خشك السيدة ثم غاض طول در سنين يتسمى تبارك الله 70 سنة فروخا عاد يتسمى الزماعة شوي ولكن قا بنام دي ست سون تتراح يتفوت أخس شخص وش عايزين وش عايق المكلة دي الدعث إلى آخره كذا إن شوكتي نسق ذا يجن السيدة قام زوج مطلق يتجا انت حنا جات 25 سنه ديال العمر النص السيده هي ثقمانيت يعني ما تقدم الغاص ربما يعني ني ريشان الزواج جارهم مع العلم انه ونش السيده وقمانيت خزاه من تي السيد يعني باش هذه ندات حنا جات غاص 25 سنه غاص السيد غاص 70 سنه تبعت تزام الاحداث مي غاوض نيتما فالمهم الناس وثقه ربما يوذانا الزكاة حبنا شوش نتحن جاذا من يقذي المقابل يراح على عائلة السيدة وقماني تنسوتي قيجن السيد قيجن السيد مغا قغاص تبارك الله وفعلا الحاج جواد جغاس الممتلكة تطس مش يعني ومساس خذي الصورة جغاس في عمها غاس توذرين غاس نعم سيدي السيد بوكو عاقة ولكن نحن جيان نيثم غاف فمن يقوى قماني تنتقل على عائلة يعود تانية انت وسخ مني فهم انه وثاح نجاتني عدو تركار ورا وسخ مني فهم ذي العقل نس انتقل غالها الى يثق مانيت انس نوتقي جن السياد خاصين عاشين السيد نعم سيدين الترانكير قياس ذي تزوج كذا 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 وسنو شي بص صوراني انه يا تتعجب الناس يا زوي زايح نجيان نخ كذا وسنو ريج نحاش المهم بعد ما يوذنينا زرين الحاج جنيه
ثاحن جاثا جاتو كيا ميميت الناس وتنش من خيش دنا ذو خبنا مغا 70 سنة مي كيس غا عايش خيقوين ما الحياة ما التوذاع ما ذي حنجيان ما ذو صافي سالة الشوار نسقطان مهم. ولكن العائلة الناس ضغط نخص الناس وتيرو خشام باش حاس قومي الزوجات تلقاض ولا ذي جميس سقساد ايام يوان عام سيدي ميونا منايين عايزة كيس تعيشة ذي قشتي زمع الحمد لله عاد مش حاغا يعني قاع تيوري ذن عام سيدي سمو ممتلكة ما تفعي واحد يعزوش مياوي الى اخره. مهم عمانا السينتا فاكيد انه ظارم يعني المجتمع الوالدين الطمع يتسمق عمانتي الطوين احنا جي عثاد فعنت غا الزواج وقمايت فعنت لانه مش نستور على الفقر نستور بنادم يتيري محتاج بنادم يتيري قلون زي صوان العائلة فقيرة ويسيدين وانت تخزعك في نص يجن عدد انه مستنز قومي تزوج ولدي جما يتقدم دغاس قارس ربما ذي سيغي منايا مني. المهم تصن العوامل فعنت احنا جي عثاد قمايت غا الزواج. المهم شاءت الاقدار انه السيدوة يسيدي خذ بطم غاثة تزوجن يصاحي تغدى الناس عذون الريام نحن جاني والو السيدة وامي يقوية ثقميتك تأكد أنه يعني وغاس والأمل كان جان يعني أبنى ميول 70 سنة ما ذا فصافي القضية نحن جاني ضمسيتي التوت كذا ونينتا ثم غاثة ثقميتي عيش كيس 5 سنين الحجة وقمانيت بعد ما جين الزواج وقمانيت يود العمر نص 75 سنة انتهجت غوط 30 سنة راح نوش سنوسين تسيدا يوضا ديرش يوضا ديرش ويزميع في عمث النغاس المنيني وقيم حدد سيارة جاسين يجو قدم جا جاكي سدا قديم يجو حساس يدوري انتكت سيان الأمور نيكسي سروسا مهم رحاج يوضا ديرش ثم غاثة تيسيث صارح هو تنضاشا على حسام جيسا دي التقرير لنجدار ميا البوليس انه يعني تيقى دي سرخيا تيسيث عمي شاءت الأقدار انه يتوفى مول الأمانة دا أمانتو. المهم ثقيم ياسمين وحس ذي رخاني مرة يدرس كلشي النس لأن أنت الوارثة الوحيدة السيد يعني يتمس موذن ويسيدين وانت يمغى العائلة النس يتمى كل جميسيكا انت قيقيم يعني واسو العائلة هو تمغى ثي جاغس تي مغاري نغنيهم زورة قد جيت القصن انت مرة. فالمهم كلشي دراس وفوسين التاث سيدور انت تقبر تدات نس يعني مش نور بدا اما المسائل اللي مبارا يعني في عمات اني جاس يعني وجو السورخ شي نسيد غاس شي نحاشت مثلا طمزيط غاس كاميوني غاس تونسيج غاس قرادة مقرا فويقي مني قبر منايا هو ذي عساسني عذو يجن عام ونص تقريبا نواري وميكتوفا فلاحظ انه يعني رخياني جي خزيتا في القبر وميجي عادي داس سيدة وقمانيت من زديته ومن زي شاغا شاعته فأنه من يتح ينقص ويقيم وماش نور بدا يعني من ينقوع مليح كذا فمن تقى الناس سيدي من هي ويخشى الزيس السيدنيا الناس جدوا بالتسيا السيدنيا وزي قبير شاء وسيعجبوا الحار يقعدين يجني زعجة على سن نشر حاج مشحان شمو السن خدم خكيداس عما سوي يسمع عوار عما سوي يني قدا عما سوي يني كذا. المهم سيدني واسي عجيب ورحار يتسمى ثوري ذا يسلي انه ميمي انت الطاس مو السن يخدم يقر حاج الطاس يعني العدد مو السن يكيسي معرث اخر ما طف يعني ان شوني يفغمني كيت برا دورون برا اثنين. المهم يجوا على الشهر نص عما يتسمى روخمني ويسمح لي كرشي ثقيم ياسمين ثدور كانت تثيق بدن في الشهر نص ثدور ثلاثة الناس مري من يتقمين ميسي تقتص مي خدمان ميسي كذا ميسي كذا اليوم غدتكم مصر ثرمذ ثرمذ تقارب ذا كذا مشي استقمي ذا ذور من ينيت سيارة سوفوس الناس ف يعني تبارك الله ذور ثبت خوف الشغر سوفوس الناس كوشي وادا كوشي قوة فعزو مشي تخسن التاتة دي جوا مني قوة. مهم السيدة طلق في الناس تعيشي جن حياة الرفاهية تمو بين تبارك الله إذن دا يعني آخر مكان ويسيدي فالحاج جغاس يجو خياط طمغا قبل ما تمث يعني قصيدة قبل ما تمث جغاس يجو خياط البداية تحيط خياط أستخس وانت جت راح كيس أكيد أنه لأنه جيتنا الله ذيس يستغس حتى بيغران تخصص وخياط يتيرين عما سيدي خدم مليح يعني يخصص شن حاج تيري كاليتي فقيمت عاملي قو خياضني خياضني بدأت راح أسمو محمي عستيري شن توب شن تكشيطاش وقفتان تحت خياضت السيني ف نعرفي وش نعرفي وش أخيضني والنية أنت هذه الحياة نس جي جمزوجي جي نسي ديت اللق
دير عمانس تقريبا هذه يسمى شنو السيدة هي تقمانيت اما شنو ياسمين. المهم تراح غاصت في كيس الجوار كذا 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 يجنها يقترح خس سوتي روخ ثمغاثة يعني من يخيش نشخبا وانه وزيت كسي وقلت الحياة ولكن السنخ مش تعيشد والعلاقة نختبارك الله سنوات زقامية جا عادي الدار معهم نشق الحالين يعني العائلية جيخ مزوج سيش تمغاث وكيس مسفين مخشا نطلق كل جرحة الشهر النص روخ الحمد لله يعني خاخت والد قن استعزق دقا مانيت المشروع يقوى مليح عاسي جن محل النس. المهم يحن ضازت السياسة صغار طاف باش شازي السود الفكرة الزواج وثفي مسرا التاث. المهم اخر ما طافي نسو التقة زعما مروغ عن بول اشكال مرا غام الرغبة يعني عاود تاني تعاود الزواج المرة الثانية فانش مستعد انه دي سخص العائلينو التقدم خام سيدة نسو تيجي الفرصة فكاخ اكيد انه وخا غاس الفكرة ندير عقرا التاث ولكن تعزو تسيج النوع نتفكر يخف الناس تسقس العائلة الناس ما يوني التثاو ناس تي الواليد ناس تتجع ذي الدا يماس بابا سيتماس ناس نو التيقان شامين عزو خامين عزو ذيقاخ فمشي السلم تبارك الله رخي عني قبرك وحدي قي الحمد لله يسيخ يخفينو تعرف خيجن السيدة مشي قا مشي قا مشي قا جي جي تروج رانتا يعني وجبو أول مرة يمتجاش بالشيعة يعني قو اتخذ مرشدني كذا فروخا مش تواريخ يعني طال فرصة رانشا تقدم خازة تكي روعية زكي يعوان اكيك العائلة النسبة بس يماس انتماثا انا سوتي مره مسفهم شنو من ومنعني للدعاء دي وابتسيا. المهم تراحق بعض السيدة وقمانيد الناس تسجن الطريقة الناس يكون خير ان شاء الله. مهم السيدة رذوي قال اجراء قال لازم ويد العائلة الناس تقدم من غا السيدية ثقمانيت أحب الزيسان بابا سيماس دي الفيلا اللي غاسة مني نتاث تعيش دايس وحدس. المهم قال خطوبة السيدة قين الزواج نسان قين العقد يجن تمغر على قد الحال ذور نتعيش المعرة يدور الناس وتي فما يمكنش كتقيم تعيش الدنيا نشوز ما خا قداس خا نسمح ذي الخاية تبارك الله انتقلت شكغاري انتقلت غاس. المهم نعم سيدي خضر راس الدات كما ستعيش كيس اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا السيد عادي يخدم ذي المحل رغم انه يعني انت طمانس لا بس تبارك الله ولكن يعني ثال الفرصة انت عادي بين رجل ناس الا عادي يخدم يعني ونيت. المهم يكون سيخدم نعرفي وش نعرفي وشا انت تعاد تقابر المسائل كسيت نتشوفوش الناس فمين تقيت الناس وتي ما يمون تقيت نحاج تروخ اشكل محلني الله يجعل البركة. الحمد لله غاخ من غانش غاخ من ذي غانعيش مستقبلا انتقلت يعني قد تعيش ذكي ذي انتقل ذكي تخدمت شك سياحة منية صارف نعم سيدي يشي سو يعضقن وني انت سيد وني انت ومي غايفكا الناس روخنش معك كرت قبل خي خدام الماشينة زيع في روات زيع قسوة قساس دورتي وشا ودكرتي وشا الناس ذا حد قبل خمانية وني انت المحل نية جي جنس يقس يبلعي سجن مفتاح يسيد غا المسائل انت مغاثة تقاماتك وما سيد قبل انت يلا 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 مهم راح نوسان وسين تسيدي خدام كل شي هو هداك يجنها يفغ ذيك السابيس وميد غايق وداث يخضرت يفتو مبين تماغنس تبدي يعني دي الجاردة يكون مصيت براح ياسمين ياسمين ماني تجيد ماني واه تجيد فإذا بيه يومي غايذف يوفى ثدات خوة وذي سحد يكون مصي عزو عزو ذا عزو ذا عزو ذا عزو ذا سيد قسطران دير عقري الناس تروح مي غاتريح ربما تيري غاكوا فورنس لأن غاسي جنس سيدة ديني تراح غاسي يعني تعدر غاسي شوة في الناس تعدر يعني المسائل الناس. المهم يومي غاي خضر يسقاق بدي كشغلون نتمغارين فوضي جنس السيدة تخدم ديني نسوتي شحب الخطر نسوتي قد سقسيخ جنس السيدة قانا سياسمين قد تصدغام داري بدا كده نسوتي وعد تزيشة وتزرقشة فانت يعني ممي يقال الاحتمال هو لانه يفتمو بين ديني الطافي ثواث الناس ربما تعدو خيضان ربما كذا السيد يفيد الشك فمن غايق انش ربما يتيري تراح مثلا المسائل يعني السابيس نسان ماني غاس تفجحت ماني غاس في عمثني انش ربما تيريقش ولكن مشي ساعتك توينة تجد انت تكتب لي ذمارة ذا يوفي تشك من غايق كس تليفون الى غاسي العائلة نسان انش ربما يكاد غاس باباس نيخو ماس نيخ حد يسيت الى غاي العائلة نسان سر 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 ومي غاس غافان انسو تيقت سخسيخ ياسمين ما يعني وخوم تكيشان هارا وموت تزريم الى غيري سو تيلا نشوت نظريشا
فمين جين وسين دغاسني هني غتدات ميمي ننس مدام توضى والسيح المسيح كا ربما يوقع شي حاجة لقدر الله نيخ كذا وسين العائلة الناس وسيد بابا سيماس كما ستفتش انت الدات ما ربما يكتي تحد ما ربما تدات تمقران الفيلا فتشدا 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 وهالو رغان اسم دو كارنس لأنه السنان اللي غاسب عن الصديقات تحت عيح كيسنت ما عرض فخ كيسنت كذا رغان اسنت موزرين ياسمين لو تنزل شمام الإنسان قارس ربما كت خسيت مو بنتي سيت ربما كذا والو المهم لأن شو تين عرق أنا عايك مرنا هزو وانتري غيبوي البوليس ربما سيدة فاغ ربما تقنض ربما تريح عشان ومشان وجميعا أنا نقل إجراء الضيغة البوليس نخزع منها يوقع انتي مزوا المهم عين النهار نكمر هنا عزون ثيو الشنس يفود يعني ذا النهاوي اثنين عم إذا زينها يود يعني النصف مزين عم زوارو يفيد نشك أنه السيدة توضى رسميا يعني أنه توقعت شين حاجة نيخ توضى فمن قين دقا مانيت رحنا على البوليس قينيج البلاغ قينيج البلاغ لفائدة العائلة يعني البحث لفائدة العائلة بالليلة يجن السيدة قانا سياسمين قاد الزوجة السيدة وقمانيت قيوث غداث وتوفيد وضع المهم جد عرمية وميقين البحثة وقمانيت وشي ناس بعض الأسئلة إلى عائلة أكيد أنه مغاوش السؤال يعني من الزوار وذا عيزنس عيزنس إنه جو تقن شفغخ غاس صبح رحات قضي خشان المسائل بحكم أنه يعني تقابل خطص نشحوجي غاري راح خذا راح خذا راح خذا فهميد غاثفخ عشوية نونو زينا وفيخ السيدة والجديد داث وفيخ التموبين غضوات مهم عزوخ زيسين قرح خاك وفورة راح خذا راح خذا راح خذا مهم التصن نجي أثماني عزوخ واخ مليح العائلة نسنا نشوك تنشين وتنزريشة تقريبا مش حازقومية مش حازقومية وبالنسبة كذلك يعني تخدم لي ميك تجيت معامل يوميا زاري يعني باترون ميك دي تقر حسابات يعني سي يعني المعول دامي مقرن ميك دي معامل قان كيس دي في عامات الندماني لان شو تيقى زقومي تنزري النات تكتخ خساء زق النات وتنزري اذا السيدة يتقماني تماني تريح قين البحث لفائدة العائلة النيونية قين سيجن توزيع على الصعيد الوطني عزون على الصعيد البراجات البوليس الجدارمية واش مثلا وتكيبوش السيدة لقدر الله تقشن الحادثة تسير دي شن تمو بين الغنية اسم نسا مشي سقان مشي سقان واش السيدة يثقمانيت يعني متفو دي شن سبيطا متفو دي شن تدعثي بوهارين مو ايه معزون قموشان سكورشي واش جين من وعزون والغريب في الامر انه الوثائق نس لكارت نس تصديم نس وجين شديد دات يعني السيدة يوم يثفوث يسيث ناكيز يعني ما لا يوقع شن حاجات البوليس خاص تعرف بسهولة ولكن وخاص تعرف حد وتزري حد ديني يعني وذان مثلا يقوم يتوقع لكسي دا كذا تخفان دي شان توموبين لا والو لا شان تاكسي لا والو لا دي شان مشان نهائيا المهم جدار البوليس عفوا المنطقة نهني يجيني جل البحث مطوال استفان يعني استفسانك العائلة هنسان يقير حباب الناس مهم أي واحد بحثنا كيس ولكن بدون جدوى وبدون نتيجة تعدو شهرين واري القضية يثق مانيت فبابس تحنجاته ميقان ياسمين دي جو ماسنا مزيا قانا سفوتش مثلا ما يمكنش أنه توضى منيوة مري جنس نغاس العلاقة كحد نوني ربما يميا كذا سنين يثاور كيس ولكن ما يمكنش تسمح وقيران سنتث الطريقة يثا مع العلم أنه انتث السيد ثوفا يعني المنتوجين قصوى هذه الوقتني سكيثي ويسيدينو ويسيدين حلميسيكا كذا نقص نطران دير عقر مش نعطيك التنظير عقل لأنه كان السيدة وقماني تجان يعني جي جا أخذ القصة قبر أنه جي جا كيس دي يخدم كيس ثم نقرا خاص الطريقه اللي هني لان ربما يعني كم ذي الحار فين تقم الزيت نخي صدريت نخ كذا ومي راح العائله نسغى البوليس لان سو تيق تجي خدم كي سجن السيد قيوقع كي سجن سوء التفاهم قد نقرا خاص الخدمات كذا فالله اعلم ربما ديرين التواري الاختفاء نس السيده وقمانيت شي ناس اسم الناس استدعانتيد البوليس ومي دا يخضر كما ستحققنا كي سنا سو تيمس سنفرانا كذا انا شو سنخت لأن سوتي طبيعي على علاقة نشمع مش تجكي سينا شوتي وجالي تكيس في شوال ونش سيدا خدم خاص ونش أصلا جو كيسي جخدم خيقر حاج لسنوات عديدة بعد ذلك ونمس فيم ومي غايم مثل حاج سنا شوتي قمانية يتويذ
وجبوا تلتما فالناس وني التاليوا بالتساء يقعدين يجنسوا التفاهم جارين ولكن توشي قرين وجوا وخا ننس نعاني ميدي تختفاش كذا ميجاث جيد فأكيد أنه نعال الاختفاء أقش غاسن اللي هو نعاية وقمانيت يعني مقيد غاسن إن شو تنش وجو ذن جيخ شادي الحماني هني نهائيا ونش جيخ جيج ممشان داخد مخي جيج نسيد بالمناسبة قاخد مخي كيدس غاسي جن جارد تطلي غاس ديسي ما نايق جان ننسى وش سيدة التويذ يعني ذي شهد بليلة جيد دي الدهن عني وفي غتوث دغا قد 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 دي نشوة يوان عام سيدي سدعان تسيدني يوشاسن الشهادة ني نشو تيقى فراني خدم مكيدية يوذ دغار ساعة ويفراني نعاني تنيق ويوحى ميدي عشيق يتعوحات مديتي تعقبتي وشان صح الصبح مزيان إذا السيدة وقماني ربما وأصلا باش كيستحقد وجيت السيدة نوفيت وشاث توفاني كذا باش تمسك ذرا تتفضل ذي الاعتقال تعزو البصمة السيدة توضع ويسيح الميديا فمشو منيخ تعدو شهرين واري القضية يثقمانيت عزو ما تعزو عزو ما تعزو والو عامي ذي جنها بابا سني دوما سني لانا شاو تيقا نشين ويتيري حدا عيزنس عيزنس ربما ذيري اواري نيمانية اواري القضية اللي اختفى اي جن غريبة جدا كوما سنت تباعنت بدون الخبار المخزن بدون كذا تباعنت ويسيدين نهاراتي وشا نهاراتي وشا ما يكتريح من خلال اتبع النزقين يجلمو الدم والسان تفندي تنكاد تريحة السابيس سني هذه دي خطسي خدامة دي قلي زفيرنس كذا 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 سي حدي قم دير قوة السين ما بينو بين يترح على المحل نيني غاسم ني يقضي من تخيط هذي قلي خاص يعدو شان ريام يترح النوارينا يومين فالسيدة وقمانيت يعني سسد غريبة جدا المهم يوذانينا وتأكد نبوس السمسرش تثقمانيت نتالو دا يترح عارم خزني قارس نوتيقة ما ينشى الجادي تخدم غاضي نوم ثباند ما كذا ما كذا فمن خلال أبحاثي كيسني قينس نوتيق قيج المعلومة جاق فرخص ومتنيخ سبحان الله قفك اختيد سبحان اللي ما يساش إنس نوتيق قا السيدة ياسمينة قبر ما توضايت سما خل أنظار قد قيج القضية قد جاخي جنفي عما مكتنز مزادي سقدة قدة قفي عما نيز زنزيت الزنزيت والعدد 12 ميزيت الزنز العدد 12 نمقرا وانه قا 12 نيثني وذي نجي نشري الداث وذي نشري ربانكا وقد وضعت قريبا زين عنه ومي عندي تقومي تقال افير نذيرية مني فثقميت البوليس ومي هيس نغايني يميا انا ناسش كيفاش تغفر دخل القضية ثقمانيت انه ثم غادت الزنز يعني في عامة ناس مش حال 12 إن شو 250 مليون سنتيم يعني جل عدد 12 دم قران فما يمكنش السيدة وقمانيت القضية ما شنو تيه مريد وسنيني شخص ونهني وفيه من ناش كيفاش السيدة رغم يعزو خي وهم أخي استكراشو مبريد نغني إذا سنعزو ما الله علم من غاس على السيدة تحت راسو يوانا ناس ثمغاثو ميت الزنز يعني ما ثوثق مناييني غاس شان النوطير يعني النوطير يمشان ما يتراح نتارين الوثائق جاو نيك الصغن ونيك زنوزان إن شوى إن شق النطير إني ما عثر أحد الزنز قا إشقان سفران فران فران مهم قصد النطير إني تأكد فعلا بالليلة السيدة نهني الزنزس يجن في عمان يجن السيد 250 مليون سنتيم وأنه تطفيت إسبيس تطفيت 22 وتفوت الشاك وتوي تاربان كذا بمعنى أنه 22 إني الهومي تطف ربما توضع ما قطع زهد من الله علم أنت جاكورت ولا سنوشي جنش خبائر مخزن ذي جديد ومن بين الخبارة ذي سنوشي مهمين هو ذو قمانيت العائلة نسمشو منيخ جا لاحظا بالليلة السيدة يتريح غاث الدعذني نيخ على المحل نيغاسي قديم رب يتثذيني هذي قذي قذي يثذيني فالعائلة نس بعد ما لاحظ من هي العدد يموان رحنا على المخزن لأن نسو التقى فران وانهم دوين الخبار ويفراني 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 وانه هون عني تني يعني وميقى ومثل اختفت مغاهن سجيجا ذي المعمل لا جيجا ذي جيجا ذا قلنا واسيج المحل وذا سيخدم شا ولكن قيكورت وريت رحاص جيد المعمل ولكن المحل جيد المحل نمشي سقال نتخيط ذا قديمي بالعيث قديش يعني عروضي صواء ذي سيناث وأنه وقيت رحاص مارا زي مارا بعد ما تخنج دارمي يعني خعفون البوليس رخبايا وقمانيت
حاول ما امكن باش تاكدن راني هنا يعني سوفوس نسنت اكدن انه السيدي تثديني من غاكن استدعانتيد غا الكوميسارية لننسى جيش كنا عمي جيه تجيدي كينث نعمي تختفظ مغانا نش مي جيه تجيد إن شو تيه جيجيخو مشان ويفراني جيخو مشان ويفراني جيخو مشان ويفراني ننسى وش عاكشان الشود خماني إن شو غاري الشود مين عنا نواذي خدام من ويفرانو فعلا استدعانت إن شو تيقى فعلا يسيد غاخن عني تني يسيد على الصبح يسيد على الصبح يسيد كذا قد السيني يعني يجوع قوزينا مزيان ننسى عاكيج المحل ومشان ويفراني جيت خدم الدايس الناس لا 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 واه المحل الناس وتخزع شوفوا كان قاك شان المحل جيت خدم الدايس تقيات ما تريح راس ملا الناس لا المحل ني يقضي مني الناس واقش صاري الناس هتوخذ الناس توخذ النقا الناس ما تريح راس مالز ما نش لا طزق ومواسريح وميسن غايني طزق ومواسنيح اغنيتني يعني العائله نس نياسمين تاكدا انه يتراح راس المحله وثانيا نيثني زرين تستي الطاوين سن بلي ترحاس ولكن جازو الخزان ما يسخاريق ما كذا لناس يوكا مرع ما صواش تي حدا نحال محالة المهم مي غير احنا غال محالة وقمانيد خضرا نعم سيدي وذفن وفين المحال اخوا المحال اخوا وذي سيروج نحاش ذي سي اللي مولي كوثني مخفي سيروج مخفي تقن عروض ولكن وين لا يعرض لولو غي هو من لحظة انه المحال ذيس الزليج ولكن غايش تغمع الضيئة غطاف الزليج نيكس وتوقع السيمة والسيمة ني ثباني لا مشان ني عاود تطري فأكد يجي المحل مروي عظيم 5 سنين نيخ 4 سنين نيخ 6 سنين وخي عاود السيمة ولكن السيمة ني تفتت وزغ وتبين مو ما مش عادي تعاود يعني دير شهورة ثني مقورة لنس مني ذا سيدي كومسا يعني للمحال قد جاب الدرغسة جاذا شيء جميسة قرحيه قد اجن كانت وكذا لنس وخا مالذ منايا مش حاس قومي التقين نشو تيقوا عقير ننس قد الشين منايا تورد الطريق فاني هني غاصن خبارة غاصن انه نظرة اي واحد جيج نوع ما سوي بني اذي زعماني نشيني وتيق منايا الطريق وين تشال المعلم وين تشال الناث قرعن منايني ومين هني قاربن يعني سوداي فنس انت الجثة ذي جنوع ناريح كاريها تريد زيه مهني نصدما بعد ما وفيني نيجي نجوث ثانت مغاث اكيد انه نهرمت نشار حسد خشيبات الجوثية ثقمانيت انت مغاث نسديه قانس ياسمين السيد بعد ما يوفى يعني نحاضر رجي في نسوي ويوفي من عيني جبن الجوث ثاني تلقائيا نيخ مباشرة نيخ اوتوماتيكا تنسمى مش من خس انه السيد هو القضية كتخت نعاشيني ارفني مية رغم انه هو اخو الدليل ولكن خصنا نعزو الدليل والدليل هو نفتين عاشينا ثينا السيد مي غايه فهمني ناس ثم غاثه تجهني دقه تاع طرف السوق مو منش بلي لا الزنزي شتموات جيت وهم ذاخ بلي لا زعما قد فقت زي شنو مش انت ستين عاشين والدانتس ونيتي سينيسيت على حساب ثين عاشينا وشكر وخا اختيني التفاصيل ماشي استقدامي يودا نشهد نخا كيدير خمس بلي لا يعني زرينش ولكن ثم غاتنا عني تختفى مشي استقيل فالمهم السيد بعد ما يعني ويوفي ميغا يعور الأدلة جا بانين واضحين دان تكون مساريات من نص المحضر زي جديد إن شوتي ثين عاشين غايد جنت وهين عاشينا كانت غايجن السيدة مين تعنى السيدة يثا إن شوتي غايج لابارتومو جا غاسيج للخليلة سابقا خليلا نستقمانيت يعني جيك راس لابارتومون نيثني إيجا ستين عاشيني ننس واش نتغاس العلم زيمانيا زيد جارمي يفقيدي نشوف تيلا تين عاشينا ويغسنت نغس خمريتنت المهم من دي سيد داث الدهب ني ماني ني جمع اختش كوتشي ويخديني تن عاشيني يعني 250 ني ميزيك الزنز ميزيك الزنز في عملني المهم إن شو تيقنش بعد ما جي خلف علينو ثم عاثقش كي داث نغيقت او يعني راح خار خدمت بان غديني او حق يجي الاعلان باللي لا ثم غاد تختفى فاكيد انه هو كيس حدي الداث باش شخزي شهذي قنتث باللي لا جايني اخوين تجي يفغ يثبت تموين نسن قطم غاث فخ الجيخ تاع قبل وذا توفيق انت جي كالف على النس ثم غاث يسيت التمو بين ويسين حداش كاين يراح على المحالة وقمانيت جي كورت وراء يتحي تسمى يعدري طاقة حسد الساء
استذف شوي نتسمى شوي شوي باش شو كيستعيقني وذان باش شو زارن انه سيني نقا قنزرا فراني تفي بنا يعدري كستيسروسا يعني المدة نين شهرين تكورت ورادي رحال بوليس قا متبين ثم غاف كذا كذا ثانيا يتاح الطرف الناني يتاحين تي يعني تقع السلسة القضية. السؤال يجي المهم هو من ميقن غسي دي ثقمانيت ومسغاو جن السؤال رمخزن دي القضية ثقمانيت لان سميت تنغيد ان شو تي ثم غاف وستي منه جات جربت تنحاز غا العائلة النس ففكاخ اني غس ثقمانيت ربما ديزاش عمار الممتلكة تثينا ان تق خلع عائلة النس لا سيما انه عمصو تجبيد الموضوع اي هنا وتي فران قاش كتكافي سيد شكي كسي نتقر كسي تسوسيد قاقش المسائلة هنا اش نتك خيس منش باش شتفو تحتي جيد بو التوقيعين ورا دا شان حاشتين وزيرو خدوساون انا شوفي خيخفين ونش دير وسط كسي خسرو سيخ نش يعني ضحيخ انه جغايج علاقة سابقة واري طلق نيجيج السيدة فاني غاس احسن خطتك هو صفي السيدة يثق مانيت من ايا يقيمينش اي قيمينش سنيت في العيش خيق الخليل انت مستقبلا الطمع احميك سعماتي الطوين الشيطان احميك تيراخ بنادم فترجم ديقان الحالات اما الحالة اني مخجن السوار عنجين ابن عمي نغميس نعزيزي سخر وارثة فالقضية ثم ابن محميتي لماذا يفوز قبرين سيد ربي ويتحلل الحواجي سرعقر وسيد كور شي قشتاسك فوس انت يتسياني يتتني يتسني كل شيء تقيثني كل شيء كفوسنس ولكن رغم ذلك الطمع الطمع يتسميس عماتي الطاوين قانا شو عدي سنقران ما تشقع ما تشقع وقم يتقيش جيتقع فإثما سويثما القضية نخ يعني ثوض الفصول نصغى النهاية السيدة بعد ما يعدو عقضي التحقيق سنع السعدون تاع الجلسة دي المحكمة يتوحكم سالمؤبد للقضية ثقمانيت ولا لا يكونوا ميت جديد ساتة فمن يثمس ويثما سلام الله عليكم جميعاً.